Like Americans, Israelis were relieved that President Trump emerged safe and sound from that. أيها الشعب الأمريكي، لقد تنفس إسرائيل الصعداء بعد أن علمت أن الرئيس ترامب قد نجا من محاولة الاغتيال. لا يوجد أي مكان للعنف في الديمقراطيات المعاصرة. I also want to thank President Trump. أود أن أشكر أيضا الرئيس ترامب على كافة الأشياء الأخرى التي فعلها لإسرائيل، بدءا من الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وكذلك اعتراف بالقدس كعاصمة ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك.